يلا اتفضلوا يا شباب اتفضلوا اتفضلوا بدايتكم اتفضلوا صباح هتنبسط فيكم دينا كتير يلا ان شاء الله فجأة يلا ايه هلا بتجي تكون عم تلبسوا شيء يوم عيد زواجنا وناسي يمكن هي مش زي متذكرة فحبيت اجي معكم وهتنبسط فيكم دينا كتير كتير هتنبسط منيح؟ تفضلوا يا جماعة تفضلوا Thank you. تعال تعال. بس تخلص. Thank you. وغير هيك شو تخبرونا؟ طب يلا لحظة لعيط لحظة. دينا. حلو المفاجأة ليه؟ بسطت ليه المفاجأة؟ عيد زواجنا واو ناسي كمان كنت ناسية؟ كنت ناسية فعلا شو هالغمزة ما عارفة هتفضل في قلبي هيفضل حبك معايا هتفضل في قلبي يا حبيبي للنهاية هتفضل في قلبي هيفضل حبك معايا هتفضل في قلبي يا حبيبي للنهاية وسنين هتعدي علينا عاشقين والحب مالينا هتعيش هنا ويايا ولا يوم هتغيب على عيني ولا يوم عندي كفاية يا كل اللي ليا لا يمكن تبعدنا حاجة يا قلبي وعيني ده غرامك كل حاجة يا كل اللي ليا لا يمكن تبعدنا حاجة يا قلبي وعيني ده غرامك كل حاجة وسنين هتعدي علينا عاشقين والحب تعيش هنا ويايا ولا يوم هتغيب على عيني ولا يوم حاجات قاسيني ده هواك عندي كفاية باي جماعة حلو غنت دينا اليوم بالإيفال أحسن شوي من البرايم هديك اليوم بعدني عم بسمع شوية تعب بصوتها وهيدا الشيء جاي من إنه دينا أنا ما شفتها أبداً عم بتطب التمارين اللي عم نشتغلهم خصوصاً على النوتات العاليين ولا بوستور تبع الراس مزبوطة وتبع الرقبة وهيدا الشيء ما بيساعد الحنجرة لأنه تشتغل ويكونوا العضلات مرخيين ومش مشنجين وما يكون في ضغط زايد عن اللزوم على الأوتار الصوتية تسكيرة التم على العالي ما عم بفهم كيف بعدها يعني ما عم تطبق فتحة التم والبوزيسيون بالماسك تضلها ستابل بس شفتها عم تنتبه كتير على النفس اللي لازم تعمله هو التنسيق بين هول الشغلتين ما فيني أنا بس انتبه على النفس وانسى البوزيسيون تبع الصوت خصوصة بالعالي وخصوصة مع التعب اللي موجود بصوتها أكيد إنه هي أحسن من أسبوع الماضي واللي قبله اليوم بس أنا بدي بدنا بعد تنتبه على هيدي الشغلة بالذات بيرجع بيفتح الصوت مزبوط وبترجع بترتاح بكل مدى الصوت وبتقلع مزبوط دينا مرقت بفترة كتير صعبة بصوتها وكانت كتير زعلانة لأنه رجع صوتها لورا تسخمت كتير وبدت تتقدم وممنوع تغني هلأ أول مرة بشوفها مرتاحة أكتر من كل الإيفالات حسيتها رنت صوتها مغيرة وابتسامتها طبيعية ما في تشنج تحسنت كتير وبعد إن شاء الله جمعة الجاي بتفرجينا أحسن من هيك يعني لحديت هلأ ماشي حالة دينا بس لازم تفرجينا بعد شيء أحسن بكتير
أنا شفتها أحسن من البرايم، يعني كان مرور حلو، بس الفكرة حلوة بس مش مشغولة أبدا. يعني خلص الإكزرسيس بس قالت له أنا حبلي بالنسبة لي قبل ما تبلش تغني، يعني خلصت الفكرة هونيك. بلشت تغني، ما عادوا يعرفوا شو بدهم يعملوا، هوليك ثلاثة قاعدين ما عم يعملوا شيء، جايبين مطرب ما غنى مدى، هي عم بتغني قعدوها ورافائيل عم يعمل زيت الحركة إنه هو مبسوط. أنا بالنسبة لإلي الإكزرسيس خلص بس قالت له إنه هي حبلي، ما عادوا عملوا شيء، مع إنه هون لازم يبلش كان. ما بعرف ليش هيك انشغل، بس إنه أنا بحب حضور دينا، أنا بحب صوت دينا وبحب إصرارها، إصرارها ونضوجة بتفكيرها، النضج بتفكيرها بحبه. دعانا الفكرة إنه حدا عامل للتاني سيربريز، هيدا عامله سيربريز أكبر، فكرة حلوة بس أبداً مش معمولة أبداً. نفس الشيء مثل ما قلتي كلوديا، أنا لقيت إنه الفكرة جيدة ولكن معالجتها سيئة جداً، ما عرفت تديرهم، ما قالت لهم شو يعملوا. يعني حتى هن الممثلين رافائيل عم بيكرر نفس الحركات، مش عارفين شو بدهم يعملوا، وقفوا مش عارفين بيرقصوا، وهي كل الوقت حاطه ايدها على بطنها عم بتغني. يعني رافائيل حسيته هيك قعدها مثل كانه تيعمل شيء. دوماج انه مش مشغول، يعني مش مسموح بهالمرحله انه ما يكون مشغول الايفال، ما يكون متكامل، ما يكون متكامل، لانه دينا احساسها حلو، صوتها حلو، حضورها حلو. ليش ما عملوا جهد يفكروا اكثر، يشتغلوا على الديتايات، على تفاصيل المشهد؟ عن جد دوماج، بزعل لانه كان ممكن يكون مشهد كتير حلو. أنا بقول إنه دينا فيها تعمل أحسن، تعمل أحسن بالمغنى وتعمل أحسن بتخيل، يعني بتعرف أكتر، بس بالمغنى أنا بشوفها بعد بتقول أحسن، لأنه في كتير مرات قالت كتير حلو. على هيدا الشيء أنا عم ببني رأيي. أنا اليوم شفتها أحلى من البرايم، بس بعد في قصص كتير أحلى، وهيدا اللي بديه من دينا، لأنه كل إنسان، كل مغني بيمرق بتعب بالصوت، يعني بيتعب صوته أوقات، بيمرق بظروف صعبة، سخونة مش سخونة، أو حتى تعب دائم بالصوت، ولكن بيعرف يطلع الأشياء الحلوة، بيعرف يتزاكى أو يحتال على صوته. أنا بشوف أنه وقتها عم بتركز دينا عم تعطينا شيء حلو، وقتها بتكون أقل تركيز أو عم بركي عم تفكر بشي تاني أو عم تركز على شيء تاني هي عم بتغني، عم بحسها شوي عم يضعف أدائها. إن شاء الله مع الوقت كمان مع صفوف أكتر وأكتر، وبس يرتاح صوتها يمكن كمان هي بتاخد ثقة أكتر، نرجع نشوف دينا بصورة بعد أقوى وأحلى لأنه بيلبق له.